منذ عام 2006 وإلى اليوم تعرضت قائمة طويلة من الوزارات والهيئات الحكومية الأمريكية لهجمات روسية إلكترونية متكررة، والهدف سرقة أكبر قدر ممكن من المعلومات. لكن يبقى ما جرى خلال موسم الانتخابات الرئاسية عام 2016 استثنائيا وجديدا من نوعه. لا ينتج اقتصادهم أي شيء يرغب أي شخص في شرائه، باستثناء النفط والغاز والأسلحة. إنهم لا يبتكرون، ولكن يمكنهم أن يؤثروا علينا إذا أضعنا طريقنا وفقدنا هويتنا وتخلينا عن قيمنا. أود أن أوضح نقطة أكبر، وهي لا يحدث الكثير في روسيا دون فلاديمير بوتين. عندما تعيد النظر اليوم إلى ما فعلوه داخل الولايات المتحدة عام 2016، لقد كان اختراقاً كبيراً. تمكنوا من سرقة الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة هيلاري كلينتون وبالحزب الديمقراطي، ثم نقلوها إلى موقع ويكيليكس الذي نشرها بدوره بطريقة درامية وعلنية، الأمر الذي جعلها قصة العالم وقتها.